صباحكم الله بالخير مدام بهالحديقة الحلوة اللي جبالي هذه. راح أتكلم اليوم عن مادة تخص النباتات، مادة رقم 41. مادة رقم 41 تتكلم عن كل من يتلف النباتات والأزهار تصل الغرامة لغاية 5000 دينار كويتي. هي تبلش من 250 دينار كويتي ولغاية 5000 دينار كويتي، فديروا بالكم على حدائقنا ونشوفكم في مادة ثانية الأسبوع الجاي يعني.